اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. الأبراج تكشف أسرار قلب المرأة الحوت وخفايا الحب لديها. كثيرا ما يتهافت ويتسابق الرجال للنيل من قلب المرأة الحوت، فهي أنثى بمعنى الكلمة، رقيقة جدا، تدافع عن نفسها إذا تعرضت للأذى تماما كالقطة. قد تكون محتالة أو ذات دهاء خارق تغزل خيوطها الحريرية. لذا عندما ترى امرأة ناعمة حالمة ابتسامتها خجولة تجلس هادئة كالأميرة، قد تظهر إنها سوف تصبح زوجة رائعة وأما حنونة، فأنت سوف تعلم أنك أمام امرأة من برج الحوت. لكن تمهل، فقد تخدع. امرأة برج الحوت حساسة وعاطفية جدا، عندما يجرح قلبها ستبكي كثيرا وستنظر إليك باستسلام وبراءة وضعف تجعلك تعفو عن كل شيء. وقد ينتابها وقت حزنها شعور بعدم الثقة فتكتئب وتعتزل الناس. تمتاز امرأة الحوت بذكاء غريب، لكن قلبها وعواطفها يكون لهما اليد العليا في كل تصرفاتها. هي تنتظر أن تعيش حياة ملؤها الحب والشعر والأناقة التي تستحقها أميرة قصور ألف ليلة وليلة. إن حرمتها من كل هذا التجأت إلى صدر حبيب آخر وانطوت على ذاتها وغدت الضحية. يصعب على كثيرين من الرجال أن يفهموا هذه الحالة، لأن المرأة الحوت تنتمي إلى برج مائي، وغالبا ما تجد رجالا من أبراج هوائية. يجب أن تكون طيب القلب لتدخل عالم أحلامها. هي تملك الموهبة لأن تزج نفسها في مشاكل معقدة لا يستطيع أحد أن يفكر أنها ستخرج منها إلا مهشمة ومحطمة. إنها شخصية معقدة حقا. كم هي ساحرة هذه المرأة، وهذا ما يجعل الكثيرين من الرجال يسعون إليها ويرغبونها ويعتقدون أنها المرأة المثالية محبوبة ويحلم بها كل الرجال، ومهرها يزداد يوما بعد يوم، لكنكم لا تعرفونها جيدا. المرأة الحوت لن تحاول أن تظهر تفوقها على الرجل بالضغط عليه أو التقليل من رجولته، وكل ما تتمناه منك أن تهتم بها وتمنحها الأمن والراحة والحنان بكل ما أوتيت من قوة، فهي تعقد كل الآمال على وجودك بجانبها. حنونة إلى أبعد مدى، لو كنت تحمل هموم الدنيا على أكتافك فتعال إليها وتحدث معها. بعدها ستشعر بأنك تضعف أمامها وترمي عن أكتافك كل أثقالك وهمومك. سيتبدل وجهك الحزين إلى ابتسامة لطيفة مستمدة من ابتسامتها التي تملأ ملامح وجهها. لا تغضب منها كثيرا، فهي أحيانا كاذبة ومتبدلة المزاج، لكنها ضعيفة ولن تتحمل منك كلمة واحدة، فستجري دموعها لتغرق كل ما حولها، وستنظر إليك بلوم شديد لأنها في هذه اللحظة تفتقد إلى الأمن والأمان. لا تنسى أن لديها شعور غريزي بأنها غير قادرة عن الدفاع عن نفسها، وأنك الفارس الذي تحتمي به، وها أنت قد خلعت عنها الحائط الذي تستتر به، فعليك الآن أن تقوي من معنوياتها وتعيدها إلى حالتها الطبيعية. هي تمنحك كامل الحرية في مقابل أن تتعهد لها بالحماية الكافية، ولن تناقشك في القضايا المالية، فتستطيع أن تدبر أمرها بما هو متاح لديها، لكن لا تظن بأنها ستذهب إلى العمل لمساعدتك في المصاريف، وإنما ستساعدك في ضبط النفقات. لا تنسى عيد ميلادها ويوم زواجكما، فهي تقدسهما وإلا ستغضب منك، كما إنها لم تشعر بأن عمرها قد ولى وقد مرت السنوات من بينكم، وستظل أنت أيضا سعيد بشبابها المتجدد. وهل يبغي الرجال من النساء إلا أريجها الفواح؟